أولا السياق الذي اللي قال فيه الفريق شنغريحة هو بعد هذا التغيير الحكومي وأصبح هو معني بالأمر، وبالتالي من ينتقد تعيينه في هذا المنصب الجديد يشتم، هو يشتم. عندما أعبر عن رأيي ومن حقي أن أعبر عن رأيي أنا شخصيا كمواطن أو كإنسان، ولا واحد ينزع لي هذا حقي، ولا واحد يقدر اصلا، ماهوش يعني ينزع لي، ماهوش قادر اصلا ان ينزع لي من حقي بما فيها التعبير بالمصطلح، وهي اهانه. واحس الفريق شنغريحه باهانه لانه يعتقد انه الناس تنتقد فيه، واستهدف بدا يخلق هذه الشتيمه التي يستعملها واتهام المجهول في نهاية المطاف، لأنه في النهاية غير موجودة. أنت سألت شكون هما الأبواق، هما غير قادرين على تحديد من هما بالضبط، يا إما الملايين، يا إما يحدوا أنه هناك بالأسامي وهي في نهاية المطاف ملايين، أو بعض الأشخاص وهم معروفين بمعارضتهم ويمارسون حقهم في إعطاء وإبداء رأيهم في الشأن العام إلى آخره. وانعدام أو غير قدرتهم على تحديد الإيدنتيتي تاع ما يسمى بالأبواق، لأن الأبواق هذه المجهولة هذه أو الوهمية أو العدو الوهمي غير قادرين على تحديده. لا علينا، شنغريحة يعرف باللي هناك إشكالية مطروحة من الناحية. هذا قصدي، يعني لماذا؟ هل هو محتاج لهذا الخطاب؟ يعني هناك من كتب قال إذا هو في أريحية وقدروا يديروا عودة الأولى والثانية، لماذا يحتاج إلى هذا الخطاب؟ وإذا هو ما هوش في أريحية فهذه إشكالية يمكن تفسر لنا. يعني لأنه لماذا تطرح لي السؤال؟ أخذ مدة طويلة لتعييني في هذا المنصب، سؤال مطروح لماذا أخذ؟ هل لا يوجد هناك توافق؟ هل التوافق وقع بين قوسين، التوافق وقع داخل المؤسسة العسكرية بعد ما قيمة تطهير لأنه اللي يشهد عليها الجميع، هناك تطهير في المؤسسة العسكرية بغض النظر التهم المنسوبة، لأن يعني مئات من الجنرالات وضباط السامون اللي هم في السجون بتهم مختلفة، إقالات إلى آخره، هم اللي اتهموهم، كاين اللي اتهموهم حتى بالخيانه العظمى، انا مانيش انا اللي اتهمهم، هم اللي اتهموا في بعضهم. هل هذه يعني حضر الارضيه ليصبح، لان هنا مساله خطيره، اولا يان كوميل دو فونكسيون، قائد عسكري عملياتي، قائد الاركان الجيش، في نفس الوقت عنده منصب سياسي. ويقال انه الجيش لا يتدخل في السياسه، كيف ان يعني حتى لو بعد ما جيء عبد العزيز بوتفليقه واحدث هذا المنصب وعين في مكان يعني في هذا المنصب الجنرال جنيزيه، ولكن جنيزيه خرج من الجيش، تقاعد من الجيش وراح كان سفير، اعتقد في التسعينات راح سفير الى بيرن في سويسرا، ثم بعد 99 عندما جيء بوتفليقة على رأس الجزائر عينه، يعني لم يعين عسكري يعني اون سيرفيس، على عكس بعدين الفريق قايد صالح. هناك تضارب المصالح، لأن في نهاية المطاف واش معناته وزير منتدب؟ معناه أن وزير الدفاع فوض إلى ديليغي المينيستر ديليغي، هو الى سنتر بوفار، عنده بعض الصلاحيات السلطات من بين ربما توقيعات وتعيينات الى اخره، اعطاها نحى الى قائد الاركان الجيش لهذا المنصب. في نهايه المطاف هذا الوزير المنتدب لا يحضر ولا يمكن ان يسائل في البرلمان، لان هناك وزير للدفاع، شوف الحيله الخبث، لانه مينيستر ديليغي لا اعتقد انه يحضر، دائما هذه الدارعه، ووزير الدفاع ورئيس الجمهورية لا يمكن أن يكون في البرلمان يسائل وفقا، وفي نفس الوقت هو قائد الأركان. هذا القائد الأركان هل هو في نفس الوقت مسؤول أمام وزير المنتدب؟ يعني هل شوف الخرافة، شوف العبث
يعني الفريق، هل يعني هل تتصور أنت الفريق سيعيد شنقريحة، فريق يعني أنقراد رتبة، هل هو مسؤول أمام المواطن سعيد شنقريحة؟ يعني منطقيا يعني كيف تفصل هذه؟ كيف تفصل هذه؟ لأن هذا مسؤول أمام، يعني هل في قانون مستخدمين عسكريين يقول لك لا الفريق مسؤول أمام وزير ومش أمام وزير ممتد؟ كيف تعالج الدولة؟ لأن الدولة تسير بقوانين ليس بالعبث. الدولة الحديثة تسير بقوانين، سواء كان قانون سواء كان مراسيم إلى آخره، لابد من معايير تحكم، لأن إذا كانت في هناك فوضى هناك تعسف. لماذا وضعت القوانين في النهاية؟ القوانين لا توضع فقط بالنسبة للمواطنين وللعلاقات الحياة المدنية البسيطة، هي تضع حتى في السلطة، تضع داخل السلطة بالمراسيم والقرارات إلى آخره لتؤثر ممارسة هذه المهام لكي لا واحد يتجاوز عن الحدود، وإلا أصبحنا في عالم التعسف.